إلى قطاع المناجم الذي يعرف انتعاشا كبيرا في هذه الفترة، ونربط الاتصال مع الأستاذ طرطار أحمد، أستاذ الاقتصاد متخصص في الطاقة بجامعة تبسة، للمناقشة في هذا الموضوع. سيد طرطار، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. بداية، قطاع المناجم يشهد حاليا انتعاشا مستمرا منذ فترة، إلى ما يرجع ذلك؟ هو بالحقيقة السياسة أخذت نقول منذ المناجم الطاقة أيضا في 2019، ويعني هناك تمشي إيجابي بالنسبة للحكومة، يؤدي إلى الاستغلال الأفضل لكل بواطن الأرض المتاحة، وهي تزخر بخيرات كبيرة وكبيرة جدا، وهذا ما خلى هذا التوجه بدأ يعطي ثماره من حين لآخر. تعلق منه باستغلال الذهب منذ فترة وجيزة، ومنه تطويع عملية استغلال المناجم الأخرى سواء الفوسفات ولا الحديد ولا بقية المناجم الأخرى. نعم. سيد أحمد طرطار، ما هي الشروط المالية والتقنية التي يمكن أن تدفع هذا الإقلاع في هذا المجال؟ هي الشروط المالية أعتقد أنها متوفرة بحكم أنه هناك نوع من التخصيص، يعني في سياق عملية الاستثمار القادمة لمبالغ مالية معتبرة من طرف الوزارة المعنية. أضف إلى هذا أنه السعي للبحث عن شركاء، هؤلاء الشركاء هم الذين يستطيعون أن يكملوا عملية التمويل، وكذلك يستطيعون أن يجلبوا التكنولوجيا والعتاد اللازم لاستغلال الأفضل في هذه المناجم. والتجربة الآن مع الشريك الصيني تجربة رائدة، وسواء في السابق ولا الآن من خلال استغلال منجم الفوسفات في بير العاتل وما شابه ذلك. نعم. السيد أحمد طرطار، كم يلزم الجزائر من وقت للتموقع على الريادة، على ريادة الدول المصدرة للمواد المنجمية المصنعة؟ أعتقد الآن الجزائر تحت المرتبة مرموقة لأنه حالة، خاصة من حيث الحديد والصلب والفوسفات، وعليها الآن أن تطور بقية المنتوجات بما يؤدي أنها تنافس دول كثيرة، خاصة وأنه نعرف أفريقيا يعني تزخر بمناجم الذهب وغيرها من الدول، وعلى الجزائر الآن أن تفعل عملية استغلال الأفضل، خاصة من خلال التمشي السابق سبق ذكره، وهو بعث شركات شبانية من شأنها تستغل هذا، ثم أعطى الأفضلية للشركة الأم بما يؤدي إلى إحداث الشركات اللازمة مع المستثمرين الأجانب. نعم. هذا كله راح يعطي دفع إيجابي على مدار 4-5 سنوات على الأقل، يكون هناك إنتاج، ولما يكون هناك إنتاج هنا نبدأ في عملية تطوير الإنتاج واستيعاب تكنولوجيا أكثر فأكثر. إذن على مدار عشرية يمكن يكون الجزائر هو مكانها في هذه المنتجات، يعني اللي هي عندها أبعاد إيجابية. نعم. سيد طرطار، كيف هو سوق المواد المنجمية حول العالم؟ لأنك تحدثت الآن على الوفرة، كيف هو سوق المواد المنجمية حول العالم؟ هو سوق المواد المنجمية خاصة الحديد والفوسفات والزنك والأخرى، يعني نقدر نقول تحكمها أيضا نوع من اللوبيات المختلفة، وشفنا باللي مثلا شركة فيربوس لما كانت واقفة على قدميها كانت يعني تنافس الشريك المغربي، الشريك التونسي، الشريك الأوكراني وكثير من الشركات، وتحاول أن تنفذ للسوق الأوروبية، لكن للأسف هناك وسطات أوروبية بين هذه الشركات بما يؤدي إلى استبعاد نسبي للشريك الجزائري. الآن الجزائر تدخل بقوة من خلال يعني المآلات الجديدة اللي أخذتها على عاتقها، من خلال استثمار جديدة، من خلال شراكة مع يعني شركاء لهم باع في هذا الحق في السوق الدولية، وعندها دنسة. نعم. نعم. مراتب الأولى بإذن الله. نعم، شكرا لك أستاذ أحمد طرطار، أستاذ الاقتصاد متخصص في الطاقة بجامعة تبسة، شكرا لك، وأنت معنا مباشرة عبر سكايب.